ساعات قليلة ويبدأ الحفل الكبير. احنا كان عندنا فرصة ان احنا ندخل المسرح وهو فاضي، ودي بتبقى اجمل حاجة. انا عايز اقول لكم بس من اجمل الحاجات اللي عملتها هيئة الترفيه انها عملت مسارح عظيمة مختلفة. انا عايز بس حضراتكم تشوفوا شكل المسرح، شكل الاحتفال لطلال مداح صوت الارض. كل مسرح وكل حفلة بيبقى ليها المود بتاعها، بيبقى ليها التشكيل بتاعها، بيبقى ليها القعدة بتاعتها، بيبقى ليها التجهيزات، الجرافيكس. طبعا احنا قاعدين في مسرح ضخم، النهاردة مفيش تذكرة واحدة متاحة هتكون. دخلنا الفنانين لسه بيجوا، انا اظن انه احنا النهاردة هنشوف تجمع للفنانين اكتر من ليلة راس سنة، اكتر من التريو. لانه الحكاية ابتدت ازاي؟ ان سيادة مستشار تركي الشيخ قال انا عايز اعمل تكريم لصوت الارض طلال مداح. يا جماعة مين معايا؟ اللي بيكرم طلال مداح بيكرمني. فمن كل مكان في العالم العربي الناس قالوا له أنا وأنا وأنا وأنا، مطربين ومطربات كل الناس. فإحنا موجودين هنا النهاردة، موجودين معاكم علشان نبتدي نشوف الكواليس قبل ما هذه الحفلة الضخمة الكبيرة تبتدي. أنا أظن قدامنا ساعتين ولا حاجة. الأجواء جميلة، ريحة الورد في كل مكان، كلمات الأغاني بتاعت طلال مداح مكتوبة على المسرح، حاجة تفرح. شكل النجف اللي معمول فوق ومكتوب عليه أغاني الكلمات وكلمات الأغاني بتاعت طلال مداح، معمول حاجة مبتكرة، حاجة. وداير داير المسرح كله شايفين الكلام، مجادير أسامي أغاني طلال مداح كلها، تكريم طلال مداح الليلة. حاجة هتبقى عظيمة. حبيت بس أحط حضراتكم في المود من الأول، وبعد شوية هنكون في الكواليس هنقابل مين ولا مين ولا مين ولا مين، يعني قول مين ولا مين ولا مين ولا مين. كتير قامات كبيرة في الغناء العربي، فأنت تبقى قاعد بتتفرج على المسرح اللي معمول لمناسبة واحدة، بيتساب للناس الفكرة إنها تبدع زي ما هي عايزة. زي ما بقول لحضراتكم، المملكة العربية السعودية النهاردة هي بتقول إن دي لمسة وفاء، وفاء لإسم مهم في الموسيقى الخليجية والعربية، طلال مداح، الرجل الذي مات على المسرح. طلال مداح ده مات على المسرح، مات على أرض المسرح. فإحنا هذه الليلة بنكرمه ونتذكره. أنتوا هتتفرجوا على حاجة جميلة جدا. بعد شوية هكون في الكواليس مع كل الفنانين اللي جاية، وقالت إحنا جايين عشان نكرم طلال مداح.